المؤتمر هو أولا أكبر مبادرة وأهم مبادرة للولايات المتحدة بالنسبة للقارة الإفريقية مع القارة الإفريقية. واليوم أول مرة كتحضنها شمال إفريقيا في دورتها 14 بالرعاية وتحت الرعاية ديال سيدنا الله ينصرو، وكيحتضنها المغرب لأنه المغرب هو البلد الوحيد في إفريقيا اللي عنده شراكة تبادل حر مع الولايات المتحدة. المغرب أيضا عنده تموقع خاص لأنه بلد عنده سياسة وعمق إفريقي اللي كيقوده سيدنا الله ينصرو، واللي عنده سياسة تنمية متوازنة ودائمة ومستدامة مع كل شركاء إفريقيين. كتعرفوا بأن المغرب هو أول أو ثاني مستثمر حسب السنوات إفريقي في إفريقيا. كتعرفوا أن سيدنا قام بعدد الجولات في كل البلدان، جل البلدان الإفريقية اللي خرجنا بها أكثر من 1000 اتفاقية اللي كنشتغلوا عليها يوميا باش نساهموا في التنمية وفي التقوية ديال التنمية الإفريقية. واليوم المغرب موقع بكثافة وعنده أهمية كبرى في إطار هذه الشراكة مع الولايات المتحدة. كما كتعرفوا المغرب هو بوابة ديال إفريقيا، وكما كتعرفوا أيضا المغرب مع الولايات المتحدة يمكن له يساهم بشراكة مع الدول الأخرى الإفريقية في مشاريع مهيكلة في عدة المجالات، كانت صناعية، كانت بالنسبة للأمن الغذائي، كانت بالنسبة للأمن الطاقي، أو بالنسبة للبنية التحتية.